حلقة جديدة من صدى الأسبوع ومن أبرز عناوينها. معاناة للمواطنين في تبن لحج بسبب سرقة كابلات الضغط العالي الكهربائية. جامع بيت عطاء الأثري مهوى ومجمع لكل مهتم بالتراث الإسلامي. سوق الليمون الحامض في مدينة جعار أبين ملتقى لمزارعيه ومصدريه. النقش بالحناء في الكلور يمني ارتبط بالأفراح والمناسبات الاجتماعية. اهتمام وتطوير في رياضة كمال الأجسام في ذمار. تفاعل جماهيري كبير مع إعلان إقامة بطولة كأس حضرموت بعد غياب. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2 ظهرا و8 مساء.